بلادنا كان السلمية يا غصن الزيتون، انقذنا نشيل الجولاني من ما كان يكون. ثورتنا كانت سلمية يا غصن الزيتون، بدنا نشيل الجولاني من ما كان يكون. وهالظالم قتل الأطفال وحراقي البيوت، وما رح أترك هالثورة حتى لو بدي موت. حر حر حرية الحزب التركستاني ورح ينداس وينزله، ورح ينداس وينزله. لك يا الله ارحل جولاني، ويا جولاني يا جبان ويا عاملة لا ايران، شعبنا عرام بينهان. يا الله ارحل جولاني، تقاتلون بعضكم بعضا والعدو يجهز لكي يقتحم محافظة ودب. كفوا قتالكم، أسألكم بالله العلي العظيم أن توجهوا أذفانكم، أسألكم بالله العظيم أن توجهوا أرتالكم إلى هذا المجرم، إلى بشار. الحين نحن أبناء مدينة معرة نعمان ومن ريف الشرقي، اجوا اليوم ساندونا بهي المزارع الشعبية، ومن كفران بن وكفرون ومن حوس، تعلم مزارع وحدة ضد كل فصيل بيبغى على الشعب. نحن بثورة صار لها 7 سنين، دخلنا بالسنة الثامنة مشان نسقط بشار، هدفنا الأساسي بشار وعوانه. ما توقعنا تجي فصائل تقتل بها الشعب، تفوت دبابات على الشعب على المدن، دبابات على الجبهات مو عندنا بالمدن. المدن إلى محاكمة، إلى مخافرة. نحن اليوم معرض نعمان طلعنا بمظاهرة شعبية من أجل توجيه الأرتال باتجاه صحيح، باتجاه الجبهات. نحن ما بدنا ممارسات أمنية، ما بدنا حدا من الفصائل يحكمنا، بدنا حكم شعبي مدني، بدنا حكم مدني، ما بقى بدنا حكم عسكري. وهي الأرتال اللي توجهت على زردنة، على معرض مصريين، على المناطق هاي السورية المحررة، يعني هذا الكلام عيب، نحن ما بنرضى فيه. وهي الممارسات الأمنية اللي كان يمارسها هيئة تحرير الشام، هذا الشعب، هاي النتيجة اللي حصدتها. فنتمنى الأرتال تتوجه على الجبهات وليس على المدن.